انطلاقاً من المقولة المعروفة بأن العمل الإنساني لأهل الكويت موجود في جيناتهم وخاصة في دعم القضية الفلسطينية، بدأت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي في توزيع كافة المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء على المتضررين من القصف في غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ممن يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية إثر الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي الفزعة من حكومة الكويت وشعبها ولجانها الخيرية لتواجه جريمة مكتملة الأركان يتعرض لها الشعب الفلسطيني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعلاقة أهل الكويت بالعمل الخيري علاقة قديمة منذ القدم، والعمل الإنساني وأهل الكويت يعني نقدر نقول وجهان لعملة واحدة، لدرجة أن بعض الدبلوماسيين كان يقول أن العمل الإنساني في أهل الكويت يعني موجود في جيناتهم، وخاصة يعني العمل الإنساني ودعم أهل فلسطين منذ القدم. ففي عام 1912 دعمت الكويت سواء من لجان شعبية وحكومة آنذاك مفتي القدس الشيخ أمين الحسيني، وكذلك سنة 1924 لترميم المسجد الأقصى. وفي كل يعني محنة يتعرضون لها أخواننا في فلسطين، تجد الكويت وأهل الكويت واللجان الخيرية من رجال ونساء كبار وصغار يعني إيد واحدة وفزعة لها الفلسطين. ومن أراه اليوم يعني من أهل الكويت، الفزعة اللي شفناها يعني ما هي غريبة على أهل الكويت، من حكومة، من شعب، من كبار، من صغار، من مواطنين، من وافدين، الجميع للأمانة يعني فزع لأهل فلسطين، لأن حقيقة ما نراه اليوم في فلسطين يعني جريمة مكتملة الأركان. يعني بيوت تهدم على أهل غزة، أطفال يقتلون، فكان لابد من مد يد المساعدة والعون لهؤلاء الضعفاء. تفاعل أهل الكويت كان جدا طيب في دعم أخوانهم في غزة، حيث تفاعلوا معنا الكثير من المتبرعين في حملة فزعة الكويت التي شاركت فيها مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأيضا بالإضافة إلى الحملة التي أطلقتها نماء الخيرية فزعة لفلسطين. ولهذا تضمنت المساعدات فيما يقرب من 7000 طرد للإيواء و5000 طرد غذائي وأدوية ومساعدات طبية على أكثر من 5000 مريض و3000 لتر سولار لتشغيل المستشفيات المتوقفة جراء القصف المتواصل. برنامج الإغاثة عبارة عن مساعدات طبية حيث شملت 5000 مريض، بالإضافة إلى طرود غذائية شملت 5000 شخص، بالإضافة إلى برامج الإيواء والطرود الخاصة في الإيواء شملت 7000 شخص. وكان لوزراء الخارجية والشؤون دور فعال ومرتب في اعتماد المكاتب الخارجية لإطلاق الحملة ووصول المساعدات بشكل منسق وسريع. طبعاً العمل الإنساني والخيري كان لابد من أطر يعني ترتب أعمال العمل الإنساني، لذلك كان دور وزارة الخارجية دور فاعل، هي اعتماد المكاتب الخارجية والمساعدات الكويتية تصل بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون. وزارة الشؤون ووزارة الخارجية هم جناحان مهمين جداً للعمل الخيري والإنساني. بعد أخذ الموافقة لتوزيع المساعدات وإطلاق الحملة، يتم إيصال هذه المساعدات عن طريق وزارة الخارجية والمكاتب المعتمدة هناك. بالنسبة حق تنفيذ المساعدات، بإذن الله سيتم شراء كافة المواد من الجهات الموجودة من داخل غزة، حيث أن جميع الجهات معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون، فسيتم شراء كافة المواد من الداخل إلى أن يتم فتح المعابر إن شاء الله. وأكدت الجمعيات داخل القطاع على أن المساعدات الموجودة في السوق المحلية على وشك النفاذ لما يشهده الوضع الإنساني في قطاع غزة من مأساة حقيقية وانهيار شبه كلي.